صوت في الموسيقى الأندلسية الجزائرية. برنامج من إعداد الأستاذ أحمد صفا. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كلما انطلقت أصوات المغنين الجزائريين وأنشدوا الموسيقى الأندلسية، ذهب الفكر يتخيل ماضي الفن والأدب في بلاد عبد الرحمن الناصر، ويتفكر ذلك العهد المزدهر الذي بلغ فيه الطرب منتهى الاتفاق على يد زرياب الفنان الكبير. يتفكر النشاط والحركة والتقدم في العلوم والقوة في الحياة والجهاد المستمر في الداخل وفي الخارج، ذلك الجهاد الذي كانت تقارنه الأفراح والعيش الرغيد بفضل الكفاح. ولولا الاجتهاد في ميادين الصناعة والعلوم لما بلغت الموسيقى الدرجة الراقية التي نعرفها اليوم. والاشتغال بالفن الموسيقي في الأندلس لا يعني التفاني فيه إلى حد الإتلاف، وإذا قلنا بأن النوب الأندلسية كانت تشمل أوقات الليل والنهار، وأن لكل ساعة من ساعات اليوم نوبة خاصة بها، لا يعني ذلك أن العرب كانوا متفانين في اللهو، لا يبرحون الغناء وشرب الخمر والغلو في الملذات. فلو كانوا منعكفين على اللهو الدائم لما استقاموا وكما تحضروا، ولما بغوا الأندلس 8 قرون وخلفوا من ورائهم آثارا لا زالت تشهد لهم بالكمال. للعمل وقت مخصص، وللهو والتسلية وقت معلوم. ولذلك إذا نبهنا أن لكل نوبة ساعة خاصة، فمعناه أن المتفرغ من العمل أو الحرب ضد الكفار كانت مستمرة. يحتاج إلى الراحة والتسلية المنعشة للنفس المكلولة، ويختار من الطرب النوبة التي تناسب الوقت وتلائم الذوق، فلا يخلط بين الأوقات كما لا يخلط بين الأنغام في كل ساعة من ساعات النهار. نعم، لقد كان المطربون يشجعون المحاربين، وكثيرا ما كانوا يرافقونهم في الجهاد كما هو معهود في وقتنا هذا عند الأجانب وعند العرب. وقد تكون الأغاني حماسية أو غرامية، ولكنها تبشر دائما بالفرح والنجاح، حتى لا يسأم المجاهد أو يكل أعصابه من الكفاح أو من الجهد والعناء. فراحة المجاهد أصبحت رمزا للكفاح ونوعا من التشجيع. ونحن عندما نقدم الموسيقى الجزائرية الأندلسية نريد تفسير معانيها ومصدرها وما تقصد إليه كل نوبة من نوبها. لقد ذكرنا أن نوبة الذيل تعبر عن أمل الإنسان في طلوع النهار وازدهار الأنوار في بداية الصباح، وإن نوبة المجنبة التي تأتي بعدها تعبر عن الفرح والسرور بعد طلوع ذلك النهار. أما النوبة التي تليها وهي نوبة الحسين، فهي التي تترجم عن عواطف المرء عندما يشعر بوسط النهار في وقت الغداء. فالموسيقى تختلف في رونقها وبهجتها، لأن نبرات تأتي فياضة تعلن عن الحيوية والنشاط. لقد انتصف النهار والشمس في أعلى السماء، ولم يبقى للإنسان قدر أو شك في الاختباط، ولذلك تتلاقى الأصوات مع النغمات وتنسجم مع النبرات، والسرور يطوف بالكائنات عند افتتاح النوبة وسماع التوشية، ونحس بأنسودة الفرح، فتصعد في أعماق القلوب وتتراوح، وتدخل على الحزين راحة واطمئنانا يجعله يأمل في الحياة بعدما كان يائسا. إن لتوشية الحسين أثر من أبهة القصور بالأندلس، فكان ملوك الطوائف في إشبيلية وقرطبة وغرناطة ينطربون لها عند الغداء ويفخرون بها لدى الضيوف كأنها علامة من علامة الرقي والرفاهية. وهذه التوشية اندثر أثرها بالجزائر العاصمة، ولكنها لا زالت تعزف بتلمسان عاصمة بني زيان، والسبب في نسيانها ظاهر، فإن الجزائر العاصمة وقسنطينة تداولتها الأيادي ومرت عليها المحن وأتاها القريب والبعيد من الأجنبي المبيد، وألزمها على الانعكاف عن الطرب والركون في الغناء وما يفرج عن الكروب،
فأصبحت الأغاني قليلة السماع، لم تكتب ولم تدرس، ومن كان يعرفها تشبث بها وبخل بنشرها، فذهب ريحها وخلى رسمها. وهذا مما يؤسف له، لأن توشية الحسين علامة من علامات الملكية، نصيب منها أو مما بقي منها دليل على حسنها وجمالها وبهاء تراثها. إن باقي القطع من نوبة الحسين لا زال معروفا بالجزائر العاصمة، فالمصدر الذي يعاوض التوشية يعلن عن مقام واسع ووزن مستقيم، سواء في الموسيقى على الآلات أو في الغنى بالأصوات، فالأسلوب لطيف في التعبير واللحن منسجم ويصور فخامة البلاط. إن الأستاذ محي الدين بشترزي المغني الجزائري والفنان الشهير عندما يقدم لنا هذا المصدر يسمعنا من خلال صوته الفخم الرنان نوعا بديعا من الغناء الأندلسي، فيعطيه جمالا رائعا بفضل صداه وجوهر حلقه، فالشعر الذي يستعمله لهذه القطعة يناسب الموضوع، فالشاعر عاشق ولكنه أصبح حزينا من اليوم الذي فارقته تلك التي استولت على قلبه ومشاعره وعقله. إن الفراق الذي نجهل أسبابه والظروف التي دعت إلى الهجرة تركت القلب مكلوما متحيرا في حالة لا تدع هناء ولا راحة، فلربما تدفع الشاعر إلى اليأس بعد الصبر الطويل والانتظار المرير. فهو رجل صبار ولكنه لا يقدر على كثرة الانتظار، غير أن التأني وتحمل المحن من شأن الأشراف والنبلاء الذين يلاقون الأحزان بصدر رحب يتلاءم مع الظروف والأقدار. ولذلك عندما يبوح المغني بالشوق العميق فلا يرجر ولا يقلق، بل يعبر عنه بصوت رخيم دون انزعاج ولا اضطراب. فالموسيقى التي تعبر عن هذا الشعور تعلن عن الطمأنينة رغم الغليان الداخلي الذي لا يظهر ولا ينكشف. إن تحمل الألم وطول الصبر لا يعني عجز الإنسان لدى اقتحام الأحزان، ولكن الهدوء في الحركات والاتزان علامات النبل وعظمة المرء في تكوينه وتربيته وتهذيبه وأدبه مع الناس مهما كانت درجتهم وطبقاتهم في الحياة. فالموسيقى في هذا المصدر حسين تبرهن أن المؤلف الأندلسي كان له مقام رفيع لا يدع له المجال للقلق المسقط من الشرف، وهو ينظر للحوادث بعين الرضا والأمل، وأمله لا يخيب، وكيف لا وهو المغني الفنان ذو الصوت الرنان واللحن الفتان. فهو الذي أحب حبا صادقا وصبر على الجمر وتحمل الألم وساعده الحظ أخيرا برجوع المحبوبة. نعم، لقد سمعت صوته من بعيد ولبت دعواه متعجلة، ولذلك امتلأ القلب فرحا وسرورا وانجلت الأحزان والأقدار. وهنا كذلك، فالابتهاج يكون هادئا من دون فيضان أو خروج عن اللياقة وحسن الظروف. فتعبير الفرح كتعبير الحزن يأتي في نوبة الحسين بصفة ملكية بهدوء، ولو كانت النبرات تبرهن على الابتهاج المفرد، ذلك الابتهاج العميق الداخلي القويم المستمر مع استمرار الحياة. إن الشاعرة لا يستطيع الخروج عن الأدب المحود والمعروف عند النبلاء، فهو أمير الشعراء ومطرب الأمراء، والفتاة التي تعلق بها قلبه من أشرف العائلات تحتاج إلى من يفضل الرزانة والأمانة وكتمان السر، وتلك الأمانة تظهر جلية من خلال الغناء. فالصوت القوي والهادئ يبرهن على حب قوي متين يسيطر على صاحبه وصاحبه يسيطر عليه، فهما متكاملان في العاطفة والتعبير والطرب، لا سيما عندما يقول في مصدر حسين:
السيارة حين زارني من كان غايب في حضرتون وقد منارة بالجيتارة مع ربايب ناخذ من الدهر طارة نجلس مع جملة الحبايب أخرجت ليلة في رسمه وجدت جالس لرسمي من لا نطيق نذكر اسمه ولا يطيق يذكر اسمي كنت مولع بالكاس فجعلت حبي هو كاسي من عشقتي في مليح الناس وعيشي واحتراسي اسمك اخفيه على الناس خايف عليك من ناسك وناسي
لقاء الحبيب لا يكفيه الفرح ولا يقنع بالمرح، بل لابد من الاحتفال بالزيارة بالكلام وإعلان السرور، وسواء بالوجه الصبوح والاستبشار والترحيب أو بالغناء والعزف المجدد للفخامة والاحترام. وهنا تظهر تلك الفخامة والأدب العربي والأخلاق النبيلة اللطيفة التي اتصفوا بها من قديم. إن زيارة الحبيب عرس متجدد يدخل على القلب الأمل والانتعاش لكل يوم بشائر وأفراح وأفراح متنوعة، والزائر لا بد أن يستقبل بالبشرى والخاطر الواسع والفم الباسم حتى تذهب الأفكار الحزينة بفضل الوجه الوسيم. وهذا مما يساعد على ملء الكؤوس بما في النفوس، ويزرع في القلب السعادة، ويجعل المرء لا يفكر إلا في الحاضر ناسيا كل ما حوله من الأقدار والأخطار. هذه العواطف صادقة كانت أو خيالية قد تصف في هذا البطيح حسين الذي ألف في عهد كان أناس يتداولون الخمر والمجون وهم لا يبالون بمن حولهم من الأتقياء والأعفاء الذين لا يعرفون للمزح بابا إلا سعوا في إغلاقه. إن الخمر في الغناء الأندلسي مذكور بكثرة، وهذا لا يعني أنه كان مباحا، ولربما كان عبارة عن خبر خيالي، وكان السكر عبارة عن إحساس داخلي وشعور عاطفي قوي يدفع صاحبه إلى الابتهاج والتيار الذي يعتري العاشق عند المفاجأة باللقاء بعد قطع الأمل وطول الفراق. كل هذا ظاهر من خلال العزف الموزون والكلام الملحون المعروف عند عرب الأندلس، كما هو ظاهر في البطايح حسين الذي يغنيه باشترزي محي الدين وهو ينشد قائلا: كل يوم بشاير ماذا الكرامة، زارني من هويت وكان مسافر نحمد السلامة. بالله يا نديم املأ الاواني وجميع الاشاكيل، من نظرة فنيت كالبرهماني وكيف نمسي عاقل. زارني من هويت ذا الفولاذي شرف لي المنازل، رأيت مليح وهو جائر وفي خد شامة. زارني من هويت وكان مسافر نحمد له السلامة.
وبركاته.
دراسات في الموسيقى الأندلسية الجزائرية.